بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقه جديده. الحلقه بتاعت النهارده برضو هنتكلم عن تطبيقات الاندرويد، ومعانا تطبيق حلو جدا هيساعد الناس اللي بتلعب ببجي وفورتنايت انها تشحنها بشكل مجاني. بس زي ما انتوا عارفين مفيش حاجه بتيجي بالسهل، فالتطبيق بتاعنا ليه شويه حاجات كده عشان تجمع منه نقط، والنقط دي بتحولها لكوبونات ببجي وكوبونات فورتنايت. اهم حاجه يا معلم ما تنساش اللايك والسبسكرايب، لان ده بيشجعنا جدا والله. يلا بينا بقى معلم نتعرف على التطبيق بتاع النهارده. ركز معايا معلم، التطبيق بتاع النهارده هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله. كل ما هو عليك انك تضغط عليه بالشكل ده، بعد كده هيفتح معاك التطبيق زي ما انت زي ما هو باين كده، كاتب لك ببجي يو سي ومش عارف ايه. اضغط هنا على العلامه دي وافضل لف كده زي ما انت، وبعد كده اضغط على جيت ستارتد او استعداد، بعد كده تضغط على يس هنا، بعد كده تديله السماح هنا. ممكن تسجل الدخول عن طريق الترو كولر وعن طريق الفيسبوك وعن طريق الايميل العادي. انا هضغط عن طريق الفيسبوك على طول ان شاء الله. بعد كده بيبدا يحمل معانا زي ما انتم شايفين، هستنى عليه شويه. بعد كده زي ما انتم شايفين جايب لي الحاجات دي. ايه هي فكره التطبيق اساسا؟ بص يا معلم، فكره التطبيق عباره انك بتجمع كوينز. انت معاك هنا 130 كوينز مثلا، والكوينزات دي بتحولها لكوبونات زي كوبونات ببجي هنا 32 يو سي ب 3770 كوينز، و63 ب 7500. عندك فري فايل وموبايل ليجندز، وعندك ببجي لايت، عندك قبول ليها، عندك حاجات كتير، وكاندي كراج ونيت فور سبيد وحاجات كتير جدا يعني، وكل شويه التطبيق بيتجدد. ازاي بقى يا معلم اجمع النقاط دي اساسا؟ بص يا سيدي، عندك حاجات كتير تقدر تجمع بيها النقاط. عندك مثلا انك تكمل اوفر، مثلا تشوف فيديو. يعني مثلا احنا هنا معانا 130 كوين، لو دخلنا شفنا اعلان بالشكل ده نوطي الصوت، بيقول لك هنا المكافاه خلال 29 ثانيه. نستنى 29 ثانيه، وزي ما انتم شايفين بقى من 29 ثانيه كل ما هو عليا ان هضغط هنا بالشكل ده وهضغط على العلامه دي، وبعد كده بيقول لي انا كسبت 5 كوين. من الطريقه دي ممكن اجمع بيها حاجات كتير جدا، اجمع كوينزات كتير. ممكن اخش مثلا على تيك اوفر، هنا ممكن احمل حاجات او مواقع اخش العبها وبرامج واكسب منها. نخش مثلا على اول واحد بالشكل ده كده نشوف مطلوب مني فيه ايه. مثلا بيحمل، ممكن يعلق شويه، نضغط على اكسبت هنا بالشكل ده، بيقول لك انك تلعب اللعب دي او تخش تسجل في المواقع دي، وهتاخد هنا 4277 كوينز مثلا، وحاجات كتير جدا طبعا. ممكن مثلا ايه تبعت اصدقائك الكود، هسيب لك الكود بتاعي طبعا عشان تدخله وتكسب، وهسيب لك اللينك بتاع البرنامج تحت الفيديو ان شاء الله. فالموضوع سهل ولذيذ، انت عندك حاجات كتير هتكتشفها في البرنامج لوحدك اساسا. مجرد ما توصل للعدد مثلا اللي هو ببجي مثلا وليكن 3750 مثلا في ببجي و32 يو سي، اول ما توصل له تجمعهم يديك كوبون تدخله، خلاص كده الدنيا تمام. يعني تقدر تجمع كوبونات كتير، انا شايف انك ممكن تجمع في اليوم كتير جدا ازيد من 1000 كوين. ممكن تبيعهم بقى، شوف انت عاوز تعمل بيهم ايه. تطبيق عبقري جدا وعجبني فكرته بصراحه. اهم حاجه بقى يا معلم ما تنساش اللايك والسبسكرايب، لان ده بيشجعنا جدا، لاني بتعب جدا في المحتوى اللي انا بقدمه. لحد جاي يكون الفيديو خلص، سلام عليكم.